جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب التعدد، وكتبت على نفسي إقرارا كصلح أنني إذا تزوجت عليها طلقت طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ونيتي بهذه الجملة أنني سأطلقها ولن أراجعها حتى تنتهي عدتها، وليس في نيتي ثلاث طلاقات لأني أعلم أن طلاق الثلاث لا يجوز. والسؤال هو أنني ومن فضل الله قبلت زوجتي بالتعدد، وبعد ذلك فهل يسقط هذا الشرط أم لا؟ إذا شرطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، شرطت عليه في العقد، يوم يعقد عليها شرطت عليه أنه ما يتزوج عليها، هذا الشرط صحيح، لكن لا يحرم عليه الزواج، له يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، ويكون لها الخيار، هي إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت، يكون لها الخيار. أما الشرط الذي بعد العقد فهذا لا يلزم ولا يصح. نعم.